السلام عليكم رب البنات، ومرحبا بكم اليوم في مطبخ سهيله. اليوم غنحضر لكم حريشات ديال الفران ديال السميده والكوك. اليوم كنحتاج لهنايا 3 الكيسان ديال السميده، هنايا كاس ديال العنبه ديال السكر، هنا كاس العنبه ديال الكوك، هنا واحد جوج بيضات، هنا واحد فاني وجوج خمارات، وهنايا واحد ياغورت ديال فاني، وهنايا كاس ديال السميده، كاس ديال الزيت. المهم من بعد هنايا كندير واحد الحفاره الوسط، كنزيد فيها هاد جوج بيضات اللي عندي بحال هكا كيبان لكم، غنزيد فيها السكر، وغنزيد فيها داك الزيت، وغنزيد الكوك. هادشي كامل نخلطو في مره، عاد تنخلط هادشي مزيان بيدي ولا بهذا، ونزيد هذاك دانون. انا معكم كنزيد واحد داك ياغورت ديال الفاني، كنزيد عليه الفاني ونبدا نحرك. صافي كنبقى ندخل هادشي مزيان في بعضو، كينسجمني، ونزيد داك جوج خمارات. المهم الخليط كيكون جاري. من بعد داك جوج خمارات وكنبقى نخلط مزيان. من بعد ما حصلت على بحال هكا، المهم دابا غنغطيها ببلاستيك غذائي غير تشرب ليا السميده شويه من با 5 مينوت، لما كاملاش كاع. المهم كتحس دغيا كتشرب داك السميده والكوك. صافي ونبداو نديرو على منقاد لاطا اللي كنفرشها في بابي كويسون. صافي نسخن الفران على ما توجد لي الصحه وراحه. صافي نخليها بعد البنات ما نشفات ليها هي تشرب. صافي بحال هكا. المهم كتبخر كنديرو هنا واحد الخليط ما بين السميده والكوك، كنخلطوهم بجوج هي فاش كنفندو السميده. صافي كنتاكد تنسجم ليا هادشي مزيان. صافي نبدا نكور. صافي من بعد غناخد واحد شويه بحال هكا تقريبا، ما عنديش نديرو نكور، غنكورهم نديرو لهم حرابل هكا. هادي راه كبرتها شويه، وغنجيب المايه وغنفندوها في الكوك مزيان والسميده بحال هكا. صافي ندير هنايا ونعطي اتساع بيناتهم. صافي نبقى عاوزين مستمره. صافي بحال هكا تقريبا قد هكا. صافي نعود نفندوها في الكوك والسميده مزيان بحال هكا. نردو بالكم شوية. صافي نبقى هكا مستمر. من بعد ما صفتهم في الطاوة وكنخلي لسباس بيناتهم باش حيت راه باقا غتسيح، دونك خاصنا نخليو لسباس بيناتهم. ودابا غندخلها الفران على درجة الحرارة كتكون مرتفعة، وغنهبطها لتحت هي الاولى باش تشقق بحال طياب ديال الغريبه. صافي من بعد نطلعها الفوق طيب على خاطرها. من بعد البنات ما جبتهم الفران، ها هما يعني هما بقيتهم كيسيحوا كيزيدوا يكبروا كيكونوا هشاشين بزاف، هانتوما البنات يعني باقيين سخونين، نخليهم حتى يبردوا عاد باش نحطوهم في طبق التقدير، وداك الساعه باش يبقاو قابطين لي في راسهم. من بعد ما بردوا لي ها هما كيوليو كيجيو هشاشين وزوينين واقتصاديين، يعني ما فيهمش المبقى ديال بزاف، وبصحه وراحه. ولا عجبكم الفيديو شاركوا معايا في القناه يوصلكم كل جديد، وبصحه وراحه. هاني غنحل لكم وحده تشوفوها كيف دايره التي نحلها لكم. هانتوما البنات كتجي بلاتي، هانتو كتجيو هشيشه ولذيذه
كنتمنى انها تعجبكم، وبالصحه والراحه.